احنا بالنسبه لزراعه التين او انتاج محصول التين او تجاره التين عامه، احنا واخدينها وراثه عن ابهاتنا. بقى لنا اكتر من حوالي 30 40 سنه واحنا واخدينها وراثه على ابهاتنا، بنكمل المسيره عشان الناس اللي هي بتاكل عيش ما يقطعش رزقها. بالنسبه لبرنامج التين، بنبدا من شهر نص 12 نبدا نعزق الارض ونملحها وتشرب في نص واحد او في اول اثنين. اول ريه بالنسبه للتين من بدايه جميعه كده ما بيشوفش ميه ثاني الا في شهر اثنين ان شاء الله اللي جاي، طبيعي ولا بيحتاج رش ولا بيخش اي مبيدات وتحليل اورجانيك بدون اي مبيد، حاجه الفاكهه الطبيعيه اللي على مستوى العالم. احنا من الساعه 7:30 8 ما ينفعش حد ينزل التين لان الشمس بتقدح جامد، بتخلي الشوكه اللي كان عليها ندى ونايمه بتوقف تبقى صلبه، جم شويه هواء بيطيروا مع الشمس مع درجه زي درجه الحراره مع خنقه الاشوار ما بيطيقش يستحمل. اللبس بتاعه بيلبس كام لبس؟ بيلبس 3 4 غير اللبس الداخلي، زائد كله جاوندين، زائد كله يجيب شكاير بلاستيك بتاعه الملح يقطعه ويعمل له دريعه، في ناس بتلبسها هنا، ده الواحد حتى لابس لبس خفيف مش طايق من الحر، احنا في الصيف درجه الحراره كام؟ 40 و42. كل سنه عن سنه مشقه وتعب، ليه؟ التين بيكبر وبيقفل على بعضه. احنا عندنا امبارح كان نفر بيشغل العصريه اغمى عليه من ايه؟ قله الميه خرجت من جسمه مع الحر مع كتمه التين، زي ما انت شايف التين قفل على بعضه. مع العلم ايه المزروع كام؟ 3 في 5 مش 3 في 4 زي ما الناس بتزرع. وهنا التين عندنا احنا بنخدم ونظبط الدنيا هنا في التين، فكتر الميه وحلاوه الميه هنا بتخلي ايه ينمو بسرعه. والمعاناه هنا العماله، مش اي حد يجي هنا يجمع، معانا عماله من اكتر من 30 سنه و10 سنين و5 سنين، لان بيطلع الشجر وينزل الشجر وبيتعامل مع مين؟ بيتعامل مع شوك، مش بيتعامل مع تفاح ولا مانجا ولا عنب، بيتعامل مع شوك، وكل شوكه لها مكان معين. شوكه اللوح تاذي اكتر من شوكه الجوز، يعني الجميع عندنا ما يجمع هدفه عايز الكوز يفادي نفسه ويفادي جسمه من الواحد، من الوحش الكف. الكف هنا فيه شوك فظيع ممكن يخش في جسم الواحد ما يطلعش، وفي شوك بيقعد سنين ممكن شوك يجيب في ضفره في ايده ما يعرفش يطلعها يوصل للدكتور يطلعها له. لو في تصدير وفي طريقه حديثه اسرع بالنسبه للجميع ماشي. انا اسمع فيه مكان موجود هنا في مصر وبعض الناس جابته بيفرك الكوز التين، بيخش على مرحله تنظيف وغسيل، وهي شغلتي الوحيده التين الشوكي. والناس ديت اللهم صل على النبي كويسين، وانا باكل احلى لقمه عيش ما بشتغلش في اي حاجه ثانيه غير المنتج ده. كل ورقه بتطلع دي ما طرحتش، دي ما طرحتش السنه دي، دي جديده تطرح ناشن السنه الجايه. اللي زي ديت هي اللي طرحت، دي تروح مريحه بقى السنه، يعني السنه دي طرح تروح مريحه، اللي بعد منها دي تروح طرح. وبسم الله ما شاء الله جايبه كام واحد جديد؟ فوق ال 200 لوح جداد. شايلين فيها كام بقى؟ 50 لوح شايلين. ال 200 يفضل معاك 150. الناس بتفضل زراعه الفراوله عن التين. تمام. ليه بقى؟ عشان بيبقى على مدار السنه حوالي 7 8 شهور او 10 شهور العماله موجوده بتاكل عيش في الارض. ومن يمه ثانيه بيبقى الانتاج العائد اعلى، كله بيرزق بالنسبه للفراوله، العامل بتاع العربيه، صاحب المحل اللي بتودي له، كل 100 مجال واحد بيرزق من الفراوله. بالنسبه لموسم التين هو شهر 40 يوم بنشتغل عامه. التين هو بيساعد على غسيل جدار المعده، البذر اللي فيه ده بيساعد على غسيل جدار المعده، دي حاجه. وزائد ان هو مفيد للقولون ويقوي عضلات القلب، وفيه كالسيوم وفيه عناصر كتيره
وبالنسبه ليه حتى في بعض الناس بطريقه مش اكله بس بيتعمل عصير.